ليك إذا أنت جاي لهون لحتى تعتذري مني فما في داعي. وليش لحتى أعتذر منك؟ أنت اللي اعتذر. أنا أعتذر؟ ها؟ جيتي؟ كنا ناطرينك. أهلا وسهلا حياتي. أهلا نوران خانو. أنا مو قلت لك بعت ورا تالا؟ وأنا استخدمت صلاحياتي واخترت الأنسب، وين المشكلة يعني؟ إذا أنا مو مرحب فيني بقدر أمشي فورا مرابك. شو جبناكي لترجعي؟ لك أنت شو بدك بأخي؟ هذا هيك بيضل على طول مجنون، بعدين خلص ولا يهمك، شغلك اليوم يا حياة رح يكون معي أنا ونوران. وهيك ما في أي مشكلة. اسمعوا، هلأ المشكلة وين؟ إذا فشلنا بخط الساعات تبع شركة سارتي رح نكون حدينا من نجاحنا كتير. بس بصراحة مبدأ الشمولية حاسه ماله مكتمل وناقصه كتير شغل، مو هيك؟ فينا حسب مبدأ الشمولية إنه نعمل تنوع بخط الإنتاج؟ إيه بس نحن بهالحالة هي منكون عم نجازف بالزباين، ما بيصير. أنا ما عم بيطلع معي شي بصراحة يا جماعة، وبلشت جوع كمان. ليكو أنا رح أقوم أكل، بدكن تأكلوا؟ إذا بتحب أنا بحضر لك الأكل. لا شو هالحكي حياة، أنا ما بدي عزبك، بس خلص إذا بتحبي تساعدي أوكي. كابتن شو صاير معك؟ لسه بالي مشغول بالصور. صورك مع مرام الهبلة؟ مبين انه حدا من اللي كان هنيك يوم صورنا، بس مين؟ انا ما رح ارتاح لحتى اعرفه، بس ما بعرف من وين بدي بلش. فيني اتصل بمدير النشر وقل له مين اللي عمل هيك فيني، بس مو حلوة بحقي. يعني انت ليش كتير اكل هم هالقصة؟ شو لمين بدك تدقي؟ عم بحكي مباشرة مع مدير النشر يلي انطبع عنده الخبر. هذا كان حبيب وصديق قديم كمان. ايه برافو عليكي. انور بيقول لي النسوان دواء قوي لكل شيء. ايه طبعا، بس نسوان عن نسوان بتفرق. اولا اشتقت لك كثير منامور كتار سي. لما بحكي معه اسباني بجن، مع انه ما بيفهم اسباني. كتار سي. لك اسمعني تمام. الصديق الأفضل بيتركني روح. أنا آسفة تعبت وما بقى فيني ركز، وهذا بيعني إني رح فيق بكير كتير وتحت عيوني بونبونات كتير بشعة. وأنا كمان رح أروح لعند الشلة، ما فيني لأنه إذا ما رح تبصير بشوف كوابيس. برافو اشتغلتوا كتير منيح، بس هاي أول ليلة. اللي أنت شو رح تساوي هلأ؟ إذا بتحب قوم تعال معي. لا مو جاي على بالي، بعدين أنا ما لي خلق على الضجة بنوب، عم فكر أحضر شي فيلم وفوت نام. رح نادي للحياة مشان نوصلها بطريقي. يا جماعة وين حياة؟ ما شفتها من وقت اللي أكلنا. رح أقوم شوف وينها. اسمع مو تروح تطول بالسهرة، بكرة بدي إياك ضروري. خلصنا أخي، بهالطريقة رح تخليني أفكر حالي شغلة مهمة كتير. حياة حبيبتي شيغي. حرام فرطت المسكينة. البنت المساعدة غفيانة وعلى كنبايتك يا كابتن. شو هالحكي؟ ليش ما فيقتيها؟ أنا جربت بس بصراحة ما كانت تفيق أبدا، البنت خارج التغطية. لا تفيقوها حرام، أصلا أبوها عنده خبر، برأيي اتركوها تنام. بركي حبيبة زعل أو شي، أنا ما دخلني بلا ما يجينا وجع راس. يعني لسه في ناس مزوقين بيفكروا مثلك؟ أنا كنت مفكرتهم انقرضوا من زمان. طيب خلص أنا ما بتفرق معي،
بس عم بحكي مشان ما تنحط بموقف محرج. لك ايه خلاص ما في شيء، تصرف وكأنه عادي، المهم ما دخلنا نحن. يلا تصبح على خير. وانتو من اهله بشوفكن بكرة الظهر. بكرة الصبح خلاص منشوف حسب امتى بدي نام الليلة. أروفوار مراد. أديوس. Zamanlar aram pek iyi değildir. Kendimi şanslı sayarım yine de. Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok. Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin. Zaman nefes almakla geçen günler değil. Birinin aklında olmakla ilgili biraz. Ve hayatın kum saatini sen değil. Senin yakındaki tutar o kadar. Zamanında benimle kal, bitme bu gece, yanımda kal. Zamanında benimle kal, gitme bu gece. Yeah.
تشربي مي. شكرا. شوب كتير اليوم. ايه عن جد. وانتي ما عرفتي تنامي؟ مالي متعودة على المكان، وبعد ما قمت ما قدرت اخفى. ايه مزبوط، معك حق. شكرا على المخدة والبطانية، بظن انه غطيتني وانا نايمة. لا عادي، ما في داعي للشكر، انت ضيفتي ولازم اقوم بواجبك بكل شيء مو اكتر. حجرب ارجع نام مرة تانية. تصبحي على خير. تلاقي الخير. ممكن كون طباخة سيئة، بس على القليلة فيني حضر فطور منيح. ما في داعي للشكر، أنا مجرد موظفة بدي راحة مديرها.